والنذر يا مشايخ يا فضلاء أغرب عبادة في الشريعة ولا نظير لها. قال الخطابي رحمه الله: إنها أعجب، أو قال أغرب شيء في الشريعة. لماذا؟ لأن النذر في أصله منهي عنه، فإذا وقع وقع عبادة مأجورا عليها، وهذا لا نظير له، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهمنا يا جماعة؟ الأصل في النذر النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل. يعني ما له أثر، يعني نذرت أو ما نذرت ما له أثر في تحقيق ما تطلب. الناس الآن غالبا ما ينذرون تعليقا على شيء يرجون حصوله، صح ولا لا؟ نذر علي إذا ترقيت أن أصوم 3 أيام، صمت أو لم تصم، نذرت أو لم تنذر، هذا ليس له علاقة بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأمر، قال إنه لا يأتي بخير، يعني ليس سببا في تحصيل ما تقصد، لكن الله عز وجل يقدر به أن الصدقة تخرج من بخيل، من غير النذر ما راح يتصدق مثلا. هذا هو، أنا أقول النذر في أصله منهي عنه، فإذا وقع وقع عبادة، والوفاء به ممدوح بل واجب، ولذلك مدح الله عز وجل أهله فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مو هو يعني هذا اللي أقصد، هذا وجه الغرابة، ولذلك أقول لك ليس لهذه العبادة نظير في الشريعة، يعني شيء عجيب. ومع كونها منهيا عنها، لماذا هي النهي ها هنا لرحمة بنا؟ دقيقة استصبر عليه. النهي حفظكم الله ها هنا إنما كان لأجل الرحمة بنا. لماذا؟ أولا لأنه لا فائدة منه، وثانيا لأن الإنسان يلزم نفسه شيئا ما لزمه فلا ربما ضعف عنه. وقع أن امرأة جاءت تسأل، مرض قريب لها، وهذا القريب عزيز عليها، والمرض كان شديدا ومخوفا، فقالت: يا الله نذر علي إن شفي فلان أن أصوم يوما وأفطر يوما إلى أن أموت، فشفي هذا المريض بفضل الله. ما الواجب؟ طول حياتها يجب ماذا؟ ثم جاءت بعد شهر أو شهرين جاءت تسأل، الآن إيش؟ جاءت الحقيقة، اكتشفت أن الأمر صعب، هناك صيف، هناك حرارة، هناك يوم طويل، فجاءت تسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال باللفظ الصحيح الصريح: من نذر أن يطيع الله فليطع. انتهى الأمر، واجب عليها إلى أن تموت مع وجود القدرة أن تصوم. فانظر كيف أن كلمة قيلت تسببت في حرج عليها، ولربما لو يعني تكاسلت، يعني ربما يصيبها الكسل فتأثم. فإذا من باب الرحمة بنا نهينا عن هذا النذر، وأكثر العلماء على أن النهي على الكراهة.